أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ورد في تفسير الجلالين عند قوله تعالى الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، فما هو مذهب أهل السنة في ذلك؟ هذا تأويل، هذا ما هي بالرحمة إرادة الخير، الإرادة صفة مستقلة والرحمة صفة مستقلة، فلا تفسر هذه بهذه. والجلالين فيه تأويلات لأنه أشعري. نعم.